حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج برودكاست كما عودناكم، جديد التقنية والإعلام الرقمي، نقدمه لكم كل يوم أربعاء في مثل هذا الوقت. البداية مع العناوين. عناوين البرنامج. نبدأ مع برودكاست. تقنية جوجل تطلق ميزة تسهيل العثور على الأماكن التي ليس لها عنوان. وفي برودكاست ريبورتاج، خالد الزهراني يقدم طريقة يدوية لصناعة الأوتو كيو. وفي برودكاست تواصل، حساب سموذي على الإنستغرام مع وليد المدلج. السلام عليكم، معكم الوليد صاحب حساب إيزي سموذي، تابعوني على برنامج البودكاست. أهلا وسهلا بكم من جديد، وصلنا إلى فقرة التقنية ومعنا ضيفنا الدائم اللي منورنا دائم عبد الله السيف. عبد الله اهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. حياك الله. اخبار جديده وزودنا جرعه الاستفسارات والاسئله حقت الحمد لله. الحمد لله. طيب، تطوير شوي بسيط وان شاء الله يفيد المتابعين. نبدا مع الخبر الاول. ابل تعلن عن برنامج اصلاح كاميرات هواتف ايفون 6 بلس المتضرره. يمكن هذا الخبر اللي خلال الايام الماضيه كان شويه مثار جدل. شركه ايفون كانها تعلن لاول مره انه في خلل مصنعي في لا، هذا مو اول مره ابل تعلن عن خلل مصنعي في اجهزه الايفون. كان سابقا اجهزه الايفون 4 كان فيها خلل مصنعي، او مو خلل مصنعي، اللي هو عيب بسيط. لو مسكت الجهاز من ورا، اشاره الشبكه تضعف، تمام؟ لكن انه هذه كانت اذكرها بالعرض، اذكر كان ايه اسمع انه بشكل رسمي الا سووا مؤتمر صحفي فيها، كان موجود فيه ستيف جوبز وكان موجود فيه تيم كوك، بس يوم كان الرئيس في ذيك الفتره كان على الثالث، وكان في سكوت فورسال. كان هذول الثلاثه هم اللي طلعوا وتكلموا، وستيف جوبز برر موقفه شوي، وفي احصائيات كثيره طلعت ذيك الفتره، لكنه ما ودي اتكلم فيها بشكل اسهاب كبير. خلينا نتكلم عن الايفون 6 بلس. الايفون 6 بلس المشكله اللي صارت فيه جدا بسيطه، انه مستشعر الكاميرا اللي موجود في الخلف كان يسبب مشاكل، انه الجهاز لو اخذ فوكس على شيء ما يطلع منه، وهذه مشكله جدا كبيره صارت. طبعا المشكله مو بكل الاجهزه، يعطي صوره تقريبا مشوشه نوعا ما. اي المشكله هذه مو بكل الاجهزه، المشكله هذه في موديلات معينه، وخاصه اللي تكون في البدايه، اللي اطلقت في بدايه اطلاق الجهاز. قالوا من 2014 حددوا التواريخ تقريبا، حددوا التواريخ تقريبا، هي بدايه نهايه 2014 بدايه 2015. هذه هي الاجهزه اللي كانت متضرره. بعدها الأجهزة بدأت تضبط شوي وما طلعت فيها المشاكل. الناس تحسب أنه كل الأجهزة الآيفون 6 بلس فيها المشكلة، لا، هي في موديلات معينة، وممكن جهازك ما يكون فيه مشكلة، ممكن جهازك يكون فيه مشكلة، خاصة لو أنت شاري جهازك من البداية. إيش اللي عنده مشكلة وين يروح؟ يروح للوكيل. عندنا في السعودية شركات الاتصالات كلها تعتبر وكلاء لأجهزتها اللي أنت شاريها منها. لو شاري جهازك من برا السعودية، لو شاري جهازك من أي محل عادي، ممكن أنك تروح لشركة حاسبات العرب، هم الوكيل حق أبل في السعودية، ممكن يضمن لك أبل في السعودية بالضبط، ممكن يضمن لك الجهاز وتقدر تأخذه وتبدل الجهاز. أعلنوا على السيريال نمبر الخاص بالجهاز، مجموعة لا أعداد. تدخل في موقع موجود، تدخل عليه وتحط السيريال نمبر، يعلمك هل جهازك في مشكلة أو لا. طيب، ندخل للخبر الثاني. يقول جوجل تطلق ميزة تسهل العثور على الأماكن التي ليس لها عنوان. يمكن هذا خاصة في جوجل مابس أو الخرائط جوجل. أي جوجل من فترة هي قاعد تحاول تطور تطبيقها بشكل جدا كبير، في منافسة جدا كبيرة من أبل، وفي مناسبة من نوكيا هير. طبعا ما في مجال للمقارنة بين ثلاث تطبيقات هذه، مستحيل أن نقول أنه أبل تنافس جوجل أو نوكيا تنافس جوجل أو غيرها. جوجل متفوقة بمراحل عن غيرها من الشركات، لكن الشركات الثانية قاعد تحاول تنافسها بمميزات غيرها. مثلا جوجل عندها مشكلة في التصفح من دون انترنت. نوكيا بس عندهم خاصية حفظ الخرائط، بس نوكيا مبدعة فيها، أنك تنزل خريطة مدينة كاملة أو تشتغل فيها. أبل ممكن نقول إنها متميزة في نواحي جدا بسيطة، وما نقارنها بمميزات شركة جوجل، لكن إنه صعب إنك تنافس جوجل. بنفس الوقت هم الآن قاعد ينافسون نفسهم حتى يطورون التطبيق بشكل أفضل. طيب، خلينا نتكلم عن هالخاصية تحديدا، اللي هي ميزة سهل العثور على الأماكن اللي ما تكون موجودة. شلون؟ من خلال أرقام معينة؟ هي من خلال خطوط الطول وخطوط العرض تقريبا. أنا بصراحة ما فهمتها بشكل جدا دقيق، لكنه حاليا الآن لو أنت في بيتك
وصلت اللوكيشن من الواتساب راح انا اقدر اوصل واعرف له. فاتوقع تعتمد على نفس الكونسبت في الموضوع هذا، خصوصا ان الجوجل مابس يسوي ابديت مستمر، يعني حتى لو مثلا عندنا مدينه الرياض تعديلات والتحويلات عشان المشاريع، فاشوفهم يسوون تحديث بشكل في الكويت لو صار حادث في الشارع مباشره جوجل ماب يطلع لك انه في حادث فممكن تغير فيها. طبعا مو مباشره، يعطيك ما بين الربع ساعه النص ساعه ويطلع لك شعار اي انه ترى في حادث ابعد عنه، وهذه لاحظتها اكثر من 3 مرات في التطبيق. طيب نبي ندخل على الاسئله المتابعين البرنامج ومتابعينك يا عبد الله في مواقع التواصل الاجتماعي، حاولنا نجمع ونقدم خلاصه بعض الاسئله والاستفسارات اللي نحاول من خلال البرنامج انه يعني نقدم اجابات شافيه وكافيه لها. كل ما وجدنا إقبال من المشاهدين أو استفسارات أكثر كل ما حاولنا نوسع. هو أنا أنصح المتابعين أنه لو عندهم أي سؤال يدخلون على هاشتاج البرنامج في تويتر أو في الإنستغرام يكتبون سؤالهم، أكيد يا أنا يا غيري في حلقة الأسبوع الجاي راح نختار عينة من الأسئلة حتى نجاوب عليها، ما ودنا نطول بالكلام. طيب السؤال الأول يقول ما هو الجهاز المناسب، إحنا دخلنا على مدارس، الجهاز المناسب للطلاب هل هو الآيباد ولا اللابتوب؟ واهم النصائح اللي تقدمها. ما اقدر اقول لك انه هذا الجهاز هو اللي راح يخدمك، هو حسب استخدامك انت. اذا انت استخدامك شايف انه اجهزه اللابتوب تخدمك او لا، خليني اعطيك اياها بشكل جدا مبسط. اذا انت تصور، تلعب، تدرس بشكل جدا بسيط من خلال الايميل، ما تحتاج فولدرات، ما تحتاج شيء، وتستخدم الاوفيس بشكل بسيط، قد يكون الايباد مفيد لك. لكن اذا انت استخدامك ابعد من كذا، لا انت تحتاج كمبيوتر. في كمبيوترات جدا كثيره بالسوق، في شركات معينة جدا مميزة. إذا تبي رأيي، أقل شيء تاخذ إنه يكون المعالج i5 أو i7، i7 مرة كبير فخليك على i5. الرامات احرص إنها تكون 4 أو 8، ولو حصلت على 8 أفضل لك. حتى معالجات i5 تكون أسعارها معقولة. معقولة أكثر من i7. الرامات لو قدرت تاخذ رام 8 جيجا أنت تكون توب وحلاوة. بالنسبة للهارد ديسك، لو فلوسك شوي تساعدك ادخل على الاس اس دي، مره مناسب وراح يكون جهازك جدا سريع. طيب ندخل على سؤال اخر يقول يمكن هذا سؤال دعم، حاب ابيع جهازي كيف اضمن انه البيانات ما تقدر تسترجعها؟ طيب خليني اعطيك اياها بشكل جدا مبسط وبشكل جدا سريع. فرمت جهازك، حط بيانات ما تحتاجها بالجهاز، فرمت الجهاز مره ثانيه. يعني فرمت الجهاز، افتح الكاميرا وخلها تصور فيديو وانت حاطه على الطاوله، لما تمتلي الذاكرة فرمت الجهاز مرة ثانية، أتوقع أن الجهاز خلاص ما راح يقدر يرجع البيانات بإذن الله. عد الخطوات وبشويش عشان المشاهد طيب يسمعها مزبوط. فرمت الجهاز، الفرمت اليدوية. أي فرمت اليدوية، بعدها شغل الكاميرا. طيب أي شخص يقدر يسوي الفرمت اليدوية؟ أي شخص من الإعدادات اللي ضغط الهوم مثلا أو لا من إعدادات عام، إعادة تعيين، مسح جميع الإعدادات والبيانات والأندرويد هو إعادة ضبط المصنع. هي زي إعادة ضبط المصنع بالضبط. إذا مسح كل شيء عندك في الجهاز، شغل الكاميرا، خلها تصور على طاولة لما تمتلي ذاكرة الجهاز، أو حمل مقاطع من اليوتيوب أو أي شيء، وبعدها فرمت الجهاز مرة ثانية وراح يكون الوضع عندك كويس. طيب سؤال آخر يقول كيف أرفع فيديوهات مدتها أكثر من 30 ثانية بتويتر؟ تويتر 30 ثانية على الحد الأقصى. 30 ثانية الحد الأقصى للحسابات العادية، و60 ثانية أو أكثر للحسابات اللي عندها اللي تسوي إعلانات وكذا، يعطونها صلاحيات أكبر. ممكن أنك تعتمد على روابط الرفع المباشر اللي موجودة في الإنترنت، لو دخلت في جوجل إنه روابط رفع مباشر تقدر ترفع أكثر من 30 ثانية، لكن تويتر بشكل رسمي ما تقدر إلا 30 ثانية. طيب في سؤال آخر أو في شيء يمكن تذكرته أنت في سنابك قبل كم يوم، اللي هو تقدر تفتح الرسائل الخاصة بدون ما يعني الشخص يعرف إنك اطلعت عليه. اي هذه موجوده في سناب شات، طبعا صعب اني اشرحها بشكل جدا سريع هنا، لذلك انا بتكلم فيها، لكن ارجعوا لحساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي راح تلقوني مشارحها بفيديو، اللي هو المحادثه حقت سناب شات ما تفتحها كامله، اذا انت سحبتها من اليسار لليمين تمام، وقف المحادثه في النص، يعني الصفحه نفسها وقفها في النص واضغط زر الهوم مرتين راح تطلع من البرنامج تمام، لكن راح تظل الصفحه مفتوحه ويفتح المحادثه وتقدر تقراها هنا، بس سكر البرنامج وارجع راح تطلع انك انت ما قريت المحادثه. انا ما راح استخدم هالطريقه. هل فيه حاجه ثانيه انتشرت قبل ويمكن المحادثه فيها؟ اللي قبل، الطريقه اللي قبل كانت من خلال وضعيه الطيران، لكن قد تخونك اللي تفعل وضعيه الطيران، تقرا المحادثات ترجع تفعل وضعيه الطيران. بعض الناس ما حبوها، بعض الناس ما نفعت معاهم، فيها بعض المشاكل. ليش اداره سناب شات قفلت طريقه انك تطول العشر ثواني اكثر؟ يعني كانت في البدايه زر دبل كليك زر الهوم انا اللي شرحتها ونزلت الطريقه،
وانا اكثر واحد تضررت منها. دعوا عليك. والله العظيم الناس جدا منزعجه من الموضوع هذا. سناب شات الان اغلقت. اغلقت سناب شات تعودوا عليه ان 10 ثواني الان كان يوصل الى دقيقه كل واحد فيديو. يوتيوب صار ما صار سناب شات وكانت الجوده تقل. بالضبط. شكرا لعبد الله. راح ننتقل الى الفقره التاليه في التقرير التالي. دائما قارئ الاخبار في البرامج او حدا كذلك مقدم البرامج يستخدم الاوتو كيو او قارئ النصوص، ومساله الحصول على مثل هذه الاجهزه ربما تكون باهظه الثمن للمبتدئين. في التقرير التالي خالد الزهراني قدم لنا صناعه يدويه لهذا الجهاز، نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، خالد الزهراني معكم. في البداية كل صانع أفلام أو كل شخص هاوي لصناعة الأفلام يضع عنده مشكلة اللي هي المعدات. المعدات ما هي كل شيء، الأساس هي الفكرة، الأساس هي التطبيق، الأساس هو كيف أنت تخرج بسيناريو مناسب للمجتمع أو كيف تخرج بفيديو يؤثر على المجتمع، كيف ما كانت الطريقة. طيب احنا في برامجنا في اليوتيوب محتاجين كثير النص المكتوب. النص المكتوب طبعا احنا نكتبه في البداية، نعد اعداد كامل لجميع الحلقات، تمام، بعدين نحوله الى اوتو كيو او ما يسمى البروميتر او يسمى القارئ او اللي يوضع قدام المتحدث او المذيع حتى يقدر يتكلم. طيب احنا بحثنا كثير عن البروميترز او الاوتو كيوز او اي شيء يسمونها في التلفزيون عندكم، طبعا لان احنا يوتيوبيين. ها طيب، فلقينا بسعر غالي، حال يمكن يصل الى 2000 3000 ريال على اداه صغيره زي هذه. طيب الاداه الصغيره هذه كيف احنا فكرنا فيها؟ في البدايه كان عندنا نوع اول قديم، طبعا شفتم الدروع ما يجيك فوق قزاز وتحت شيء تفتح زي كذا وتحط فيه الدرع أو شيء، فإحنا استخدمنا هذا الشيء بالأول وحطينا فيه الأيباد. طبعًا في أبليكيشن في الأيباد اسمه البروميتر تقدر تكتب فيه وتقدر تحول الكلمات وما أدري إيش وذكر، فإحنا استخدمناه في البداية، رفعنا العلبة وحطينا خلفها قماش أسود وحطينا جواها الأيباد وقلبنا الكلمات، فطلعت قدامنا ان انا اقدر اتكلم واقدر اشوف اللي قدامي من الكلمات. طيب خلونا نتكلم عن هذا الشيء. طبعا هذا شوي متطور الكتروني، موصلين باسلاك نقدر نشبكه على الايباد، جيد، لكن انا بروح اوريكم كيف راح نكتب هنا في الايباد بعدين نحطه هنا وراح نصور كيف تقدر تقرا من الايباد. طبعا قيمه هالشيء اقل من نصف السعر للأصلي. طبعا الستاند حال 150 120 70 أي ستاند ينفع تقدر تأخذه. الشيء الثاني الشاشة أخذناها من يعني دورنا عدة شركات. إحنا راح نتكلم الحين عن البروميتر كيف اخترناه. في البداية أخذنا شاشة، أي شاشة جهاز كمبيوتر قديم أخذها، ديل اتش بي ال جي، أي شيء ممكن تأخذها بسعر مناسب لك، القيمة اللي انت تقدر تدفعها، جيد. وصلنا فيها عن طريق الايباد واحنا نقدر نعرض لكم عن طريق الايباد. طيب الحين راح نتكلم عن البروميتر ايش يتكون منه. اوكي، اول شيء اي لوح، اي خشب، اي حديد ممكن تحطه تحت. ثاني شيء لازم تختار قزاز كويس وقماش اسود عشان تغطي الاضاءات ما تجي عليه، كويس. طيب احنا ربطناه بالايباد زي ما انتم شايفين، مربوط هنا بالايباد كويس. فالكلام راح يطلع الحين، اكيد انكم قاعدين تقرون صح؟ اوكي. طيب هذه الطريقه الاولى اللي احنا قاعدين نستخدمها في انه لما اجي اقدم انا قدام الكاميرا انا اقرا من هالاشياء اللي موجوده قدامي. فانتم تسالون سؤال كيف ما شاء الله عليك تقرا بسرعه وما تخطئ، هذا الشيء البسيط كويس. شوف الشباب يضحكون من الكلام اللي موجود. طيب الشيء الثاني، إذا أنت ما عندك إمكانية إنه أنت تشتري شاشة زي اللي عندنا موجودة، شيء بسيط بالأيباد بس تعدل في الإعدادات تبع الأيباد بعدين تحطه وراح يقلب لك هنا على طول بدون ما يدخل فيها جهاز وشاشة وأسلاك وأشياء وتعديلات وغيرها.
وفي نهاية الفقرة أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم. كان معكم خالد الزهراني. لأي سؤال أي استفسار حساباتي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. اهلا وسهلا بكم، وصلنا الى فقرة برودكاست تواصل. كما عودناكم دائما في هذه الفقرة نستضيف الاسماء الفاعلة والمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا في هذه الحلقة احد المشاهير او مالك ومؤسس حساب مشهور في الانستغرام، الوليد المدلج، صاحب حساب سموذي. يا الله الوليد، اهلا فيك، حياك الله معنا. الله يحييك ان شاء الله. الوليد، يمكن لو حبينا بداية نتعرف على حسابك مختلف، يعني احنا اعتدنا يعني يكون حساب احيانا يقدم فكر معين، مثلا توجه او كوميدي او ساخر، انت تقدم شيء مختلف تماما، الا هو تقدم خلطات او سموذي. عرف المشاهدين اللي ما يعرفون الحساب وشو السموذي. طبعا الحساب هذا اسسته نشر ثقافه سموذي. اللي ما يعرف سموذي اللي هو الفاكهه اللي تجيك مع اليافها مخلوطه، يعني مو هو العصير، وهو يختلف عن العصير. العصير يكون عصارة الفاكهة يعني مستخلصة عكس سموذي. فحبيت أنشر الشيء هذا عندنا بمجتمعنا، إني أنا صراحة شفته برا يعني، وكثير ناس يعني يتبعون حمية صحية ويصير عندهم مشروبات هذه كيوم يشربونه يعني. فيعني حبيت أنقل الفكرة هذه لمجتمعنا، والحمد لله يعني لقيت دعم يعني. يعني انت كنت مبتعث برا تدرس وشفت هالفكره منتشره؟ اي شفت الفكره منتشره، ويعني الوالده هي اللي اول شيء اساس الفكره يعني. شريكتك في الحساب؟ اي شريكتي في الحساب. إيه الله يجزاها خير ان شاء الله. فهي يعني منها الفكره وشجعتني اني اسوي. كانت الدعم الاساسي. اي الدعم الاساسي. فحبينا ننقل الفكره بمجتمعنا. طيب يعني هي الفكره كانت منتشره هناك في اي بلد انت كنت مبتعث؟ كنت امريكا. يعني كانت السموذي منتشر بشكل يعني ملفت هناك؟ لا مو بشكل ملفت، بس يعني موجود يعني بشكل كميه كبيره يعني. الوليد، انت ذكرت في البايو حق الحساب ان الحساب قطه، وبينك وبين الوالده يمكن، وهذا مجتمعنا احيانا يكون مجتمع ذكوري، فالعمل اللي تقوم فيه خاص بالعنصر النسائي، يعني ما واجهت بعض الانتقادات؟ والله في انتقادات تقريبا من اول ما بديت الحساب. كان الناس ما يعرفون حسابي، عشان كذا واجهت انتقادات كثيره، انه يعني ليش تسوي او شيء زي كذا، يعني هذا حق المتخصص الحريم، المفروض الرجال ما يسوون زي كذا. بس لا، وصلت يعني لما جت فتره خلاص انقطعت الكومنتات اللي زي كذا. وانا عادتي ما احذف الكومنتات يعني، اللي تحاول تجاهل. احاول اتجاهل. مع الوقت لا، تحسن الوضع الحمد لله، وزادت نسبه الذكور بحسابي اللي يتابعونه يعني، تقبل الفكرة. طيب هنا يمكن نشوف في حسابك دائما يسألونك على الخلاط، وتكلمت في بعض الصور وبعض المقاطع عنه. أنت تستخدم خلاط خاص؟ أستخدم أنا خلاط داش، اللي هو صراحة يعني مناسب للسموذي، ومناسب يعني سعره كويس يعني يعتبر، بس مو متوفر بالسعودية، أنا طلبه من برا. فكتبت عن خلاطات كثيرة زي خلاط نينجا وبلندكت وزي كذا، في خلاطات أقوى من خلاطي. خلاط يعتبر يعني الشيء القياسي يعني، اللي رخيص سعره مناسب ونفس الوقت قوي. انت تهتم، اشوفك حتى في كتاباتك تهتم في يعني ادق تفاصيل الخلاط، الغطاء والقاعده والامور هذه. هذا مهم يمكن في مساله خلطه العصار والميلك شيك اللي تسويه. اي مهم يعني بشكل يعني مو بنسبه كبيره يعني، بس يعني المهم بالخلاط انه يكون اذا كسر الثلج ما يموع فيه، عشان يصير سموذي يعطيك قوام افضل، يعطيك نتائج افضل. فمهم يكون الخلاط مناسب يعني. طيب يمكن انت حطيت لي صورتها، وحطيت صوره خلاط، كانت مقطع فيديو كان
خلاط طويته يكسر الايفون، يعني حط الايفون يكسرها. اي هذا خلاط كنت ناوي يعني اشتريه، بس حسيت اني ما بحتاج، يعني ما احتاج القوه هذه الاشياء اللي بسويها. الاشياء اللي بسويها يعني فواكه وثلج، يعني اقوى شيء راح اخلطه ثلج، فيعني خلاط يعتبر مناسب. فاللي يبي اقوى عرضت هذا، اللي يعني يبغى استفسار، وفي ناس كتبوا بالكومنت يعني يقولون ليش ادفع على خلاط المبلغ الفلاني او شيء زي كذا، فوريتهم المقطع هذا توضيحي بس. طب الخلاطات العاديه ما تكسر الثلج والامور اللي تكون المواد اللي تكون قويه؟ يعني صراحه اغلب الخلاطات اللي بالسعوديه يعني شيكت على كذا محل ما تصير بالشكل اللي انا ابيه، يعني ما تصير بالقوه اللي انا ابيها. سموذي البرحي ما تقطع يعني. يعني سموذي البرحي عندك، عندك الثلج ما تكسر. هذه خلطه يمكن من اختراعاتك، الخلطه الاخيره هي. شوف الخلطه تصير يعني عندي فكره عنها، ويصير مكونات انا والوالده مكونه، يعني فهمت علي؟ نزود ننقص نشوف ايش اللي يصلح وايش اللي ما يصلح. وش المعايير يعني او الخطوط العريضه اللي تهتم فيها في لاجل تصنع خلطه او ملك شيك معين؟ يعني اهم شيء اهم الاشياء، اهم الاشياء يكون يعني الاشياء متناسقه مع بعضها. مثل يعني مثلا ما تقدر تحط مثلا خلطه فيها زبادي مثلا وحليب وتحط مع عصير برتقال مثلا من ضمن الخلطه. عندك مثلا تحط مثلا توت حليب يجي مع زبادي يجي مع عسل، اذا حطيت عصير برتقال راح يكون اللون مختلف، وما تقدر تحط مع حليب ولا زبادي او شيء زي كذا، يعني ما تقدر تخلط اشياء مو متناسقه مع بعض. طيب دائما انت تحرص في خلطاتك اللي تسويها والميلك شيك او تسميه باسماء غريبه، يعني لوتس وسموذي، تحاول تعتمد على المصطلحات الاجنبيه اكثر. هو انا ما احب يعني الف اسم من عندي او شيء زي كذا، احب يكون الاسم الاصلي حتى لو كان الاسم اجنبي، واحب اسوي سموذي اللي يصير مواكب مع اني الوقت، يعني زي اللوتس عندك طحب وفترة يسوون حال اللوتس، كيك اللوتس، كل شيء، فحبيت اسوي. هي ماخوذة من مادة معينة تستخدم يعني في ماخوذة من البسكوت، هو اصلا بسكوت اللوتس نفسه. زين بعدين طلعوا منه زبدة اللوتس صار مشتقات الاسم. ايوه وصار في حالة وشيء زي. طيب انت يمكن اوقات التفاعل عندك في الحساب، عدد متابعينك تقريبا 250,000، لكن لاحظت انه في 5.5 شهور عدد 250,000 في 5.5 شهور عدد مو بسهل، يعني حصلت على دعم حسابات شهيره شيء يعني. شوف انا بديت يعني تقريبا الفولورز شوي شوي يجوني، كنت توي بادي جديد، وكانوا في ناس يعني عندهم فولورز كثيرين يسوي لي فولو، فاخذت منهم بعض الفولورز، يعني جوني بعض الفولورز منهم، وسويت اعلان كذا اعلان، بس يمكن تقريبا اعلانين سويت من يوم فتحت الحساب. اعلانات عند مشاهير يعني؟ اي عند مشاهير، سويت اعلان واحد. كم سويت اعلان؟ يوم وصلت 10,000 سويت تقريبا اعلان، يعني كم السعر قصدي؟ السعر تقريبا حوالي 1000 ريال. وكنت وقتها 10,000 تعلن لحسابك عند حسابات مشهوره. تقريبا كنت حوالي 10,000 متابع عندي، بعدها على طول يعني من 10,000 الى 100 جت بسرعه، يعني سرعه ما تتخيلها، يعني حتى انا تفاجات من بعد الاعلانات. بعد الاعلانات طبعا، الاعلانات كلها اعلانين بس سويت انا، يعني من اول ما بديت الحساب اعلنت الحساب مرتين بس، يعني ما في. طب انت ما عندك اعلانات الى الان، يعني ما وصلت لمرحله انك تعلن لاحد؟ لا، ولا تعلن بطريقه غير مباشره؟ وصلت الاعلانات بس احطه مده اسبوع وشيل بعدين اشيله. اصير اتفق قبل المده الفلانيه بس الفلاني. ليش تحدد مده اسبوع؟ ما تحب تحدد بشكل مستمر؟ ليه؟ لانه يعني بعد فتره الواحد اذا بيدخل حساب ما احب يكون حسابي اغلبه اعلانات، كل اعلانات فاحب اشيله. لكن وصلت لمرحله انك تنزل اعلانات؟ اي وصلت لمرحله الحمد لله. طيب الوليد، يعني انت راح تكون لك متجر مستقل، تتفكر انه يكون لك مثل هالامور، متجر مستقل، مكان مستقل، شيء فعلي على ارض الواقع مو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله انا يعني مخطط من يوم فتحت الحساب، طموحي الصراحه يعني اني افتح محل، وان شاء الله راح يكون فيه عليه اقبال كثير، بما انه يعني عندي حساب انستغرام وعندي دعم، شفت دعم كثير من الناس، فحبيت افتح المحل، وان شاء الله بالمستقبل راح احاول افتح محل ان شاء الله. طيب احنا وصلنا لنهايه الفقره، ولكن انا ما جربت السموذي الخاص فيك، يمكن الشباب جوك، عبد الرحمن الحصيني وسلطان العايض جوك وصوروا عندك. لكن توعدني كنت ذوق. ابشر ما عليك، انا بس لو قايل لي جبت خلاط. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا جزيلا. يا هلا والله.
ختاما مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا من خلال هاشتاج البرنامج برنامج برودكاست أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. ونودعكم بلقطة الختام، الشاشات في ظهر الشاحنة في الأرجنتين لتفادي حوادث السيارات. نتابع في أمان الله.